اهلا بحضراتكم. اول فقره، الفقره الاولى من البيت الكبير، وزي ما متعودين كل يوم ثلاث معانا نجم النقد الرياضي على المستوى العالمي اللي دايما بنستمتع بحلقته ونستناها اسبوعيا كل يوم ثلاث. عمر البنوبي، بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك كابتن هاني، منورنا. انا اللي مبسوط، حضرتك اللي منور الدنيا، ربنا يخليك. من 37 سنه يا عمر كان طبعا ذكرى حرب اكتوبر العظيمه، والنهارده في البيت الكبير كمان بيشرفنا اثنين من الابطال اللي شاركوا في حرب اكتوبر من 47 سنه. ف اثنين من اللي كانوا موجودين جوه الميدان. ولما بنيجي نتكلم على ملف الكوره وملف الرياضه، عايزك تقولي مين اللي كان كمان موجود جوه ميدان حرب 73 من لعيبه الكوره. يعني اولا بنهني مصر كلها بذكرى حرب اكتوبر والانتصار للمجيد، والامه العربيه كلها طبعا كانت على قلب رجل واحد في سنه 73، ونتمنى على طول تبقى على قلب رجل واحد. يعني اعتقد كمان انه القوات المسلحه والشرطه، الشعب المصري كله لا يقل في البساله وفي القوه والصمود عن فتره 73، كمان الفتره الحاليه فتره بناء، فتره مواجهه الارهاب، يعني تحديات كتير بتاخدها الدولة. صحيح. وبتنجح فيها، فده يعني شيء يسعدنا. وذكرى حرب اكتوبر كمان يعني حاجة من الحاجات اللي لابد ان احنا نحفظ لها هيبتها كل سنة ونحتفل بيها. بس في الكورة يمكن كان في اسامي كبيرة كانت موجودة في الحرب وبعد كده كملت في الملعب. يعني كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. كابتن حمادة امام الله يرحمه طبعا، يعني كابتن سمير زاهر الله يرحمه، كابتن محمود بكر الله يرحمه، وهو كان كمان معلق هنا في قناة النادي الأهلي لفترة طويلة. صحيح. يعني وكابتن فكري صالح وأسماء تانية كتير الحقيقة برضو من يعني من الكرويين اللي كانوا موجودين في الجبهة وبعد كده كملوا في نشاط كرة القدم. الحقيقة يعني بندعي لهم كلهم بالرحمة، واللي عايش منهم إنه ربنا يديله الصحة. صحيح. وبنفخر بيهم دايما. يعني برضو مجال الكورة مش فكرة لعبة وبس. لا طبعا مش فكرة لعبة وبس. ودايما لما بنتكلم على حرب أكتوبر دايما احنا ممكن نترجم ده بلغة الرياضة، ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، وان كان في فترة من الفترات الناس والعالم كله بيتكلم ان خلاص مصر خلاص بقت بعيد تماما، ومصر مش هتحارب، ومستحيل هزيمة الكيان الصهيوني. وهذه الحرب 73 رمز كمان للرياضيين ان هم مفيش مستحيل، وان لما كل الناس بتجتهد وكل الناس بتتكاتف لمصلحة البلد بنطلع حاجة الناس بتقول عليها حاجة عظيمة وما بتكررش. يعني فده طبعا مثال لينا ومثال لأولادنا، ودايما بنفتكر 73 لأن ده كمان بندي مثل لأولادنا. الولاد اللي طالعين لازم يعرفوا بالظبط كان ايه ال 73، ايه والحرب كانت ايه. وعشان كده البيت الكبير كان مصمم ان يكون اثنين من ابطال حرب اكتوبر يكون موجودين في البيت الكبير.